في باترن مشهور جدا في السلتا بنسميه ECDW. Elephants can drink water, elicit, concept check, drill, then write. بنستخدمه لما بنيجي نشرح vocabulary. أهمية الباترن ده أنا هوضحها من خلال كلمة واحدة هي كلمة knife. إزاي بنعمل eliciting لكلمة أو elicitation لكلمة knife؟ بمنتهى البساطة بتوريهم صورة، وطبعا لو هو item ممكن يكون فيه لي رياليا في الكلاس أو رياليا في الكلاس روم، زي مثلا computer، زي كلمة chair، أنت بتشاور على الشير ده أو بتطلع صورة النايف في المثال اللي احنا ضربناه، بتقول لهم What's this؟ فلو هي موجودة عندهم فهيقولوا لك نايف، لو هي مش موجودة مفيش مشكلة خالص ان انت تجاوب السؤال. مش معنى ان هم ما قدروش يدوا لك الكلمة ان انت عملت الإليسيتيشن غلط، انت ممكن تكون بتإليسيت كلمة مش موجودة عند الطلبة لسه، ترو بيجينرز مثلا أو في الليفل ده لسه مش عارفين ان الايتم ده اسمه بالإنجليش كذا، فمفيش أي مشكلة. طيب الخطوة التانية بنسميها concept checking. concept checking دي أسئلة بنسألها عشان نستبدل كلمة what do you understand did you get it، بنستبدلها ب concept checking، ودي قصة شوية ليها معايير وليها طرق في تنفيذها. فلو أنت بتدرس لهم concrete item حاجة ملموسة بلاش تسأل CCQs، لأن أنت already وريتهم الكونسبت خلاص بقى معاهم، او هو اصلا مفيش كونسبت هنا، ده هو ريل ايتم كونكريت ايتم. كونسبت ده لو انت بتدرس لهم كلمه زي اجريسيف مثلا، كلمه زي ديسايسيف، كلمه زي ديسيجن، كلمه زي هيلث، فانت في كونسبت. انما لو حاجه ملموسه مفيش فيها كونسبت، انت بتقدر تعملها من خلال صوره، بتعملها من خلال ريل ايتم، من خلال دروينج، فدي كلها طرق للستيشن في للكونكريت ايتم. فبمنتهى البساطة انت مش محتاج تعمل الخطوة التانية لو انت معاك كونكريت ايتم او بتدرس لهم كونكريت ايتم. الخطوة التالتة بتعمل دريلينج. احنا اتفقنا الستيشن، كونسبت تشيكينج، دريلينج، ذن رايتنج. فالدريلينج ده يعني انت بتقول الكلمة بتعمل لها موديلينج فبيسمعوها الاول، وبعد كده بتقول everyone repeat after me، فكلهم بيكرروا الكلمة وراك فكله بيقول نايف. بعد كده ممكن تعمل دريلينج بشكل مختلف، تقول مثلا all boys all girls، فده اسمه group drilling. الاولاني كان اسمه choral drilling، التاني ده group drilling. بعد كده ممكن طبعا ممكن تعمله باشكال مختلفة، gentlemen on the left، gentlemen on the right، people in jeans، ممكن تشكلها زي ما انت عايز، بحيث ان انت برضو تتأكد لو سمعت صوت لسه بينطقها غلط فانت ممكن تزود في الدريلينج شوية او تعمل modeling تاني، انت بتقدر تقرر يعني. طيب ممكن تعمل برضو individual drilling، اللي هو الناس يعني تقول اوكي احمد، اوكي دعاء، فهو يعني بيعمل drilling. مش لازم تعمل في كل كلمة choral drilling بعدين group drilling بعدين individual drilling، ممكن يبقى choral drilling بعد كده individual، ممكن choral group، ومرة يعني ممكن تشكل زي ما انت عايز، بحيث ان الـ drilling يبقى انت متأكد ان هم نطقوا الكلمة صح. وطبعا لو الكلمة سهلة ومفيش فيها problem in pronunciation ما تكترش قوي في حتة الـ drilling دي. طب الخطوة الرابعة writing. طب لما انت بتيجي تكتبها لو هي كلمة uncountable خلاص انت بتحطها زي ما هي، ممكن تحط جنبيها حرف ال U او تكتب noun او U N كده اللي هي uncountable noun، تمام. طب لو هي countable المفروض تكتبها بال indefinite article بتاعتها، يعني كلمة knife مش هتتكتب knife بس، لا هتتكتب A knife، هتحط ال A قبلها بعد كده تحط N بين قوسين. طيب لو هي فيها اكتر من syllable هتعمل برضو هايلايت على الستريس، ويا سلام بقى لو بلون تاني، يعني انت كتبت الكلمة بالاسود او بالازرق وهتعمل الفورم بالاحمر، يعني هتكتب الاي او الان بالاحمر وكلمة او حرف الان بين قوسين بالاحمر، وبالاخضر بقى تقوم عامل ايه الهايلايت على الستريس سيلابل، تختار الفاول لاتر اللي موجود في الستريس سيلابل بس كده. شكرا.